علموا أولادكم أن المشي بجانب الحائط ذل وليس أمانا. علموهم أنه إن كان لك عند الكلب شيء فلا تقل له يا سيدي، فيبقى الكلب كلبا وإن احتجنا إليه بيوم من الأيام، والله الغني عنه. علموهم أن المسلم لا يعيش لنفسه، بل يعيش لإخوانه، لمجتمعه، لجيرانه، لأهل بيته. علموهم أن الإسلام ليس محصورا في المسجد واللحية والحجاب مع أهميتهم، الإسلام دين شامل ومنهج حياة. علموهم أنهم قادة، وأنهم هم ذكورا وإناثا من سيحررون الأقصى بإذن الله. علموهم العقيدة فإنها الآن تتلب.